المسن بحاجة لكتير أشياء ببلدنا. يعني بعد في كتير أشياء ما طبقت بلبنان من حيث مثلا ضمان الشيخوخة، من حيث الطبابة. في مسنين منهم مجوزين يعني ما عندهم أولاد، طب هيدا شو بيعمل؟ المركز الأول بالشرق الأوسط يلي بيهتم بالمسنين 3 أيام بالجمعة ومجانا، يعني المسن ما بيدفع ولا ليرة على أي نشاط بيعمله. هيدا الشيء سبب له راحة بال، يعني بيجي بيتروق بيتغدى بياخد السناك تبعوله، بيعمل نشاطات مختلفة، لأنه الهدف تبع المركز يحافظ على الاستقلالية لما يعوز حدا، الاستقلالية الجسدية والذهنية والفكرية. عندنا نشاطات بتخليه يظهر من حاله، رح اختصر لك اياهم لانه هن كثير كتار، بس هيك لمحة لتعرفي انه المسن قديش بحاجة لهيدا الشيء ليكفي حياته بطريقة سليمة. في خلينا نبلش بالرياضة، خلينا نبلش بالجلسات مع البسيكولوج، هولي كمان كتير عم بيخففوا من وطئة الحزن عنده والدبريسيون. خلينا نحكي من ناحية التغذية قديش صار يهتم بأكله وشربه، من ناحية النطق واللغة والتشردق، كل ما منكبر بالعمر كل ما منصير نتشردق وهذا الشيء بفوتنا بمخاطر أكتر. من ناحية البسيكوموتريسيتات قديش هيدا المسن عم بيرجلش حركة جسمه مع عقله، لأنه هنش بيشتغلوا مع بعضهم كمان عم نشتغل عليها. في عنا الكوافير بيهتم بشعرهم بكل شيء، الاستيتيسيان بشكلهم الخارجي. في عنا مسرح، قديش المسرح بخليهم يظهروا من حالهم ويعبروا عن اشياء كانت يمكن مدفونة جواتهم هن منهم عارفين فيها. الاشغال اليدوية عم جد حسوا حالهم انه هن بعضهم فعالين على الارض. المونة، مين اكتر منهم بيعرف بالمونة وبيعرف كيف يعمل مونة. في عنا كمان المحاضرات، كل جمعة عنا محاضرات روحية، محاضرات عن قصص الديسين، محاضرات صحية كمان ما بنقدر نظهر من هيدا الشق. في شق الأركلينال كل جمعة هن بيقعدوا بيحضروا شي دسير بيحبوه، هي الفكرة انه يتسلوا مع بعض، والفكرة انه يحفظوا الانجريديان يلي بدهم يحضرون، هم بتكون انت كمان عم تشغلينهم الميموار بطريقة ما. كل ما بتحبي من قلبك الكبير بالعمر ممنوع ما يكون عندك حافز انه تقاتلي كرماله. كرمال هيك نحن عملنا اشياء كتير جديدة بالمركز، عملنا حفل تخرج للمسنين، وهلأ عنا ماراتون، ميني ماراتون خليني اقول للمسنين. يعني هول الشغلتين مش معمولين قبل. الهدف لقلنا انه ما نقول بكرة شو، نفكر دايما لبكرة، لأنه المسن هدفنا. وكنت طالما نحن حاطين إنسان هدفنا ومسن بذات الوقت، خلينا نقول إنه نحن ما لازم نوقف ونأمن له للمسن أكبر راحة نقدر نقدم له إياها ويكون هو مبسوط فيها. كثير مبسوطة، عم نجي نتسلى، عم نستفيد من القصص، كثير حلو. وعملنا مثل عائلة هون، مبسوطين مع بعض كل الناس. هون الله بعثنا في المؤسسة علمتنا على كل أشياء ما بنعرفها.